حصاد الثقافة المصرية في عام 2023. دلوقتي هنتعرف على الدور اللي قامت بيه الهيئة العامة لقصور الثقافة في عملية بناء وعي الإنسان من خلال طبعا فروعها المختلفة في المحافظات. تفاصيل أكتر هيعرفنا عليها الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. صباح الخير عليك أستاذ عمرو. طبعا كده محمد بك زمانه. صباح الخير يا حضرتك. من ضمن الانشطه المهمه والافتتاحات كان لهيئه قصور الثقافه النصيب الاكبر، لو حضرتك تكلمنا عن ابرز المواقع اللي تم افتتاحها خلال هذا العام. تمام. هو الهيئه العامه للثقافه عملت خطه طبعا برعايه معالي الوزير الدكتور نبيل الكيلاني، كانت موافقه في سنه 2023 على مستوى البنيه التحتيه وعلى مستوى الانشطه. احنا نبدا نتكلمنا على البنيه التحتيه زي حضرتك ما قلت كده، احنا عندنا عده افتتاحات تمت في 2023، حوالي 7 افتتاحات بالظبط مواقع ثقافيه جديده دخلت الخدمه. اولهم كان قصر ثقافه رود الفرج في يناير 23، ودخل بعد كده قصر ثقافه بيبقى محافظه قصر رود الفرج كان في محافظه القاهره، واحنا طبعا محافظه القاهره محافظه كبر المحافظات الكبيره اللي كنا بنفتقد فيها لعده مواقع ثقافيه. فده كان اول دخول خدمه رود الفرج كان في يناير 23. بعد كده افتتحنا في ابريل 23 قصر ثقافه بيبقى في بني سويف ودخل الخدمه. بعد كده مكتبه العريش، تم افتتاح مكتبه العريش ومكتبه ضاحيه السلام في ابريل 26 بحضور معالي الوزيره. وكان في قصر ثقافه ناجي حمادي في مايو 23، وكان من اهم الافتتاحات في القاهره في الجيزه قصر ثقافه السامر، مسرح السامر في شهر 7. مسرح السامر ده كان بيمثل حدث للثقافيين والفنانين في مصر كلهم لان هم مرتبطين وجدانيا بيه، تم افتتاحه الحمد لله في شهر 7 وشغال بطاقه في جميله جدا. اخر افتتاحات تم افتتاحها اللي هو في سبتمبر 23 كان قصر ثقافه ابو المطامير في محافظه البحيره. دي كانت الافتتاحات اللي تمت فعلا على مستوى البنيه التحتيه كافتتاحات تطويرات عاليه، انما في بعض بقى الصيانات والحاجات اللي شغاله كانت شغاله على مدار الافرع الثقافيه الفتره اللي فاتت. نيجي بقى على مستوى الانشطه والانشطه الفنيه اللي اشتغلت الهيئه العامه لقصور الثقافه، قدمت عده فعاليات ومبادرات كبيره جدا خلال 23، اهمهم المشاركه في حياه كريمه. احنا شاركنا في حياه كريمه بقيمه بقوه وايجابيه كل القرى الداخله في مؤسسه الحياه الكريمه سواء بالتعاون مع مؤسسه الحياه الكريمه او بأنشطة الهيئه العامه لقصور الثقافه. نفذنا عده فعاليات كبيره جدا في حياه كريمه. مشروع عندنا من المشروعات المهمه جدا في وزاره الثقافه اسمه مشروع اهل مصر، دمج اهل مصر وبتاع المناطق القطبيه الست مناطق اللي هم شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الاحمر واسوان والبحر الاحمر واسوان والوادي الجديد ومطروح. دمج اهل مصر في 6 محافظات دي بيشتغل على الثلاث محاور، ثلاثه الشباب والمراه والطفل. اشتغلنا عده فعاليات كثيره جدا فيهم خلال 23، اخرهم لسه من اسبوعين ختام اهل مصر في رود الفرج للاطفال وختام اهل مصر للفتيات في اسوان. في مشروعات ثانيه من المشروعات الكبرى عندنا مشروع سينما الشعب اللي دخل بيه الهيئه العامه لقصور الثقافه الخدمه. دخلنا الخدمه عده اصول ثقافيه نشر الثقافه. طبعا معظم المحافظات سينما الشعب يا فندم وصلت لكام محافظه؟ 22 محافظه حاليا. هايل طبعا. بنشكر 22 محافظه، ده رقم كبير طبعا. اكيد طبعا، يعني احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه.